كان في ضيف هام جدا في حفل امس وكان لازم تكون معانا النهارده على الهاتف. خلونا نرحب بسياده النائبه في بفوزي جرجس وكيل مجلس الشيوخ. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا وسهلا، برحب بحضرتك معانا. وبدايه، كيف تري وجود المركز الثقافي القبط الارثوذكسي في مثل هذا المجال وفتح هذا الطريق لذو الهمم؟ الحقيقة مصدر فخر لينا كلنا. المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي برئاسة نيافة الحبر الجليل أنبا إرميا شايفة الدور الجبار اللي قايم بيه، وهو يعكس دور الكنيسة في المشاركة المجتمعية في شتى القضايا والمجالات. الحقيقة احتفالية نحن قادرون هي نتاج العمل الدؤوب اللي قام بيه المركز في هذا المجال، مجال ذوي الهمم أو ذوي الإعاقة، السم وضعاف السمع. أنا شايفة هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعا، إن إحنا نوصلهم للجامعة والكليات المختلفة. ومبارح كان عرس رائع حقيقي، تخريج دفعات من السنوات السابقة والسنة الحالية، متفوقين ومبدعين. الحقيقة كلنا كنا فخورين بهذا المشهد الرائع. والحقيقة كمان سعدت جدا ان اول الدفعة بإذن الله كما وعد رئيس جامعة عين شمس، لان كانت شراكة ما بين المركز الثقافي وايضا جامعة عين شمس ووزارة التضامن الاجتماعي. وعد يعني دكتورنا الفاضل رئيس الجامعة بانه ان شاء الله هيعين الاول معيد، وده كده يبقى ترجمة تتويج فعلا اللي حصل ده حقيقي. حضرتك كمان كان في مشاعر الحقيقة. انا شفت كان في مشاعر ام كمان قاعده مبسوطه بالولاد، شفت شيء انساني. انا شفت ده امبارح من حضرتك. الحقيقه مشهد مفرح لدرجه البكاء، دموعنا انهمرت. ده حقيقي، الولاد والبنات في منتهى الفرحه، السعاده كمان ايضا ان ده مقدم لكل ابناء مصر. فده الحقيقة دور رائع ومفرح للكنيسة القبطية الأرثوذكسية كما عودتنا دائما على مشاركتها ومسؤوليتها في المجتمع. أيضا المركز الحقيقة مش عايزة أغفل أبدا إن هو قام بتدريب مترجمين للإشارة، وده يعني الحقيقة شفتي حيويتهم يا فندم امبارح، كانوا حيويين ازاي، محبين، مفيش بينهم غير. نعم. أنا شايفة مفيش منافسة، في تكامل، كان في حالة على الأرض إنسانية. نعم. جدا. الحقيقه ده بدا علينا كلنا قد ايه كنا فخورين. شفت قداسه البابا تودروس الثاني، قال دي احتفاليه الفرح نصا، قال انها احتفاليه جداً. الفرح ساسميها احتفاليه الفرح، ده كان تجاوب عالي جدا يعني. ده حقيقي. الحقيقه عرفت كمان من نيافه الانبا ارميا ان بيعد قاموس موحد لغه الحب، كمان عجبني هذا التعبير، جميل. احنا مش هنقول لغه الاشاره، هنقول لغه الحب. وبالمناسبه كلنا خرجنا متحمسين جدا لتعلم هذه اللغه. لازم التواصل مع هذه الفئه الغاليه يفهم، يعني نفهمهم ويفهمونا. الدور كمان الرائع للحقيقه المركز ان هو كمان ايضا تواصل مع اسر ولادنا من يعني السم وضعاف السمع علشان يخلق لغه بينهم، يعرفوا يتعاملوا. لكن نعم، في مشاكل كبيره. نعم. ده حقيقي. مهم جدا. الولد او البنت عايزه تعبر وعايزه تتفهم وعايزه تشارك في المجتمع، لكن ده مش واصل. يمكن الاسره بالذات وهي يعني اللبنه الاولى اللي بتتعامل مع يعني الولد او البنت من صغرهم، ما فيش تواصل. صحيح. فالحقيقه تدريبهم نفسيا وايضا على جميع المستويات لدرجة يعني يمكن نفس الأنبا إرميا دي كورسات كانت مجانية في الأكاديمية في المركز الثقافي القبطي للأسر والأبنائهم كمان. نعم نعم. أنا كنت حريصة لوجود حضرتك لهذا السبب، لأن أنا تأثرت كأم زي كل الموجودين، مشاعرنا الإنسانية أخذتنا. لكن كمسؤول كمان لما تكون حضرتك موجودة كان لازم أوثق هذا الحدث بعين حضرتك، وأنا عارفة قد إيه حياديتك. كيف يمكن لمجلس الشيوخ أن يكون إضافة ويفتح مجال الأولاد دول بمساعدة مثلا جامعة عين شمس والمركز الثقافي القبطي، أن هم يندمجوا في المجتمع، يكون عندهم، يكون عدد وظائف أكبر، يكون عدد قبول في الجامعات أكتر؟ نعم بالتأكيد، هناك مساندة تشريعية مستمرة لأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة.
وجه عام في البرلمان بغرفتين لضمان حقوقهم زي ما حضرتك تفضلتي، ان هم حصولهم على نصيبهم العادل من الوظائف، التحقهم بالجامعات. هم على فكره عايزه اؤكد ان هم عندهم طاقات جباره لازم نستثمرها صح، لازم كمان نحميهم صحيح. من بعض العادات يعني يمكن اللي هي دخلت، انا بقول انها يعني جديده على المجتمع، زي التنمر، زي يعني اغتصاب بعض الحقوق او التمييز ضدهم. الحقيقه اللي قامت بيه الكنيسه والمركز الثقافي والاكاديميه دي مشاركه في المشروع الوطني الطموح للدوله اللي اطلقه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقه، لتمكين كل فئات المجتمع، مرأة، شباب، طفل، ذوي الهمم أو يعني ذوي الاحتياجات الخاصة. فالحقيقة هو ده دور جميل جدا وفاعل، وزي ما حضرتك قلتي تفضلتي لازم من تشريعات وقوانين تحمي هذه المكتسبات. احنا لا شايفين الدولة بتديهم حقوقهم وما بتميزش ضدهم وبتدمجهم في المجتمع. رئيس عمل عام خاص بذوي الهمم، يعني لكم كل الحقوق، وعندما تريد الإرادة السياسية بيفتح كل الطرق يا سيادة الوكيل. وعدتيني بلقاء مطول. نعم يا فندم. وعدتيني بلقاء مطول ضروري. حريصة أن يكون قامة بقدر حضرتك داروري. تشرفنا في مساء الخير، إن شاء الله يكون لنا لقاء قريبا. عايزة كلمة تقوليها للأسر اللي بتسمعنا النهاردة لذوي الهمم يا دكتور، يا سيادة الوكيل. عايزة أقول الفئة الغالية على قلوبنا الحقيقة دول ولادنا، دول ولادنا، وإحنا لازم نتعامل معاهم وندخلهم جوانا، جوا قلوبنا وجوا مجتمعنا، ونقبلهم. هم مقبلين جدا وفرحانين ومتحمسين، نستغل هذا الحماس صحيح. ونخرج قدراتهم، والحقيقه عندهم امكانات هائله. انا شفت امكانات فنيه كمان امبارح وطاقات رائعه. حضرتك شفت الكورال بتاعهم، شفت العرض جداً الراقي جداً اللي اثر فينا كلنا وتفاعلنا. الحقيقه ابكانا الحقيقه اللي بهرني اكتر الامل اللي في عينيهم والثقه والطاقه اللي بيشتغلوا بيها. فاحنا الحقيقه كل ما نحب، انا متهيألي لو قعدنا نتكلم على حفل امس محتاجين حلقات كتير، وكنت حريصه انا حضرتك تكوني معايا، لان انا شفت مدى تفاعلك في الحفل، شفت ام قبل ما تكوني مسؤوله، شفت روح حقيقيه موجوده عايزه تقدم اي حاجه للشباب دول. عشان كده كنت حريصه انك تنوريني النهارده، لان انا لو اتكلمت شهادتي مجروحه سياده الوكيله. انا لو قلت اللي شفته في الحفل، احنا معاهم ومعاكم، يستحقوا كل الدعم على فكره، لانه هم اللي كانوا مصدر فرحه لينا. احنا كنا فاكرين ان احنا رايحين نفرحهم، بالعكس، لكن هم اللي فرحونا. احنا خرجنا فرحانين ومتحمسين، وان شاء الله معاكم في مشواركم الجميل المفرح المبهج. سياده النائبه فيبي فوزي جرجس وكيل مجلس الشيوخ، كل الشكر لحضرتك، شرفتينا ونورتينا.